السادس للقرآن الكريم ذكر ومذاكرة. أجناد الحق عربا وبربرا، ها أنتم على عتبة قتال هو القول الفصل بين توحيدكم وبين شرك ووتنية عدوكم، فأخلصوا في الجهاد يؤتكم الله حسن العاقبة. شدوا والله أكبر. أيها الناس إلزموا الصفوف الصفوف، الثبات 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 عباد الله. من أين للقوم بهذه الكثرة؟ كنت أحسب أن الأرض تنبتهم بين فينة وأخرى. شيء لم يكن متوقعا، ومع ذلك فإن أحلافا لا يقلون عددا لم يمكنهم ضيق الوقت من الحضور. يدل هذا على أن المنتظر لا يقل عما فات. حسنا، هذا نكون منه على بال، ولكن أين انسحبت البقية الملعونة؟ أفضت بهم المطاردة إلى الجبال. هم لا شك اعتصموا بحصون قديمة لهم هناك. حصون؟ كالعادة مشحونة بالسلاح والطعام الذي يكفيهم للتربص عاما وعاما. ذاك ملجأهم من قديم، وعليهم أولهم اليوم. واضح هذا، من لم يجد جديد يجبرهم على خطة أخرى. جديد؟ مثل ماذا هذا الجديد يا مزدلي؟ جديد من عدة الحرب تقتحم تلك الحصون أو تطيل الحصار عليهم حتى يضطروا إلى التسليم. علما بأن ما توفر منها للروم قبل لم يكن ناجعا. هذا يا كسيلة شيء آخر. والأمير رعاه الله أقدر على التحسب لهذا. والعمل؟ نعم العمل. أفتوني يا رجال مزدلي. أرى يا سيدي أن تعجل لهم بإعداد ما يلزم من المجانيق وقاذفة النار. وأنت يا شاكر؟ الرأي أن ينصرف الأمير إلى سواهم، على أن يبقوا قيد الحصار ببعض الجيوش حتى تفرغ لهم على نحو شامل، تذهب وتبقي عليهم رقيبة. فإنك لو رحلت وتركتهم دون كابح ما ترددوا في الخروج والعيث في البلاد التي دخلت الإسلام. هذا إن لم ينتهزوا الفرصة ليجمعوا فلولهم ويتصدوا لك في معركة مباغتة. وإذا استطعت خلال هذا الوقت أن تهيئ عدد الحصار كان ذلك أوفى بالمطلوب. والرأي لعامل أمير المؤمنين. جميل، هل من جديد يا قوم؟ عندي رعاك الله. هات يا كسيلة. هؤلاء الذين اعتصموا بالقلاع، أدعو الأمير ألا يتهمم لهم، فإنهم عصبة قليلة الشأن، لاذت بالقنوط بعد النصر المؤزر الذي أوتيت عليها. أيها الأمير، إن الدين النصيحة، وعلى هذا الأساس أكلمك. هذا إلى أن أصحاب هذه القلاع لا هم من عشيرتي ولا أنا منهم في نسب قريب. لقد أفنت المعركة زهرة فتيانهم، ولن يلبث الباقون حتى يتسللوا للحاق بقبائلهم. فالرأي أن تتركهم ولا تأبى لهم في اليوم أو في غد. النصر الذي أحرزته هو الحاسم، وما تبقى لا داعي للانشغال به. من الحزم أن تتيقظ تجاه العدو، ولكن من حسن السياسة أن تمهد له فرصة يذهب معها إلى غير رجعة. وهذا هو الحال هنا. وقادما قيل: اجعل لعدوك قنطرة من ذهب يفر عليها.
البقي ما أسمع يا قوم. أبا بقي شيء لم أقوله يا سيدي. أتميم يا كسيلة، تداولتم الأمر من مختلف جوانبه، وقد قلت إن هؤلاء المحصونين ليسوا بشيء ولا خطر منهم، ومع ذلك أرى ألا أخفي أنهم قد يصبحون كذلك بسبب منا لا منهم. إن الإلحاح في محاصرتهم سيلجئهم، ولا بد إلى سلاح لن نقدر على الصمود أمامه، سلاح الماء يعني. الماء؟ أجل، إن هذه الأراضي التي تجاور قلاعهم رغم مدارها غير وفرة المياه، ولا تستمر عمارة آبارها طول العام، إنها تغيض. وحتى لو تتبعت الماء وأردت تجميعه ما كان ذلك سهلا ولا بوفرة التي تدعو إلى الطمأنينة. ولا تنسوا أن الحصون مقامة على هذا الاعتبار، وهذا سر ما شهرت به من صمود أمام مختلف الجيوش الرومية قبل. الماء، الماء، تقولون الماء. البقية ما أسمع؟ سمعت ما عندنا أيها الأمير، وبقي أن نسمع منك ثم تمضي بنا حيث يلهمك الله. تماما. مزدلي، أحضر لي من يرافق الجيش من عرفاء الماء. يكون ذلك. واطلب لي أيضا من بين أسرى العدو أكبرهم شأنا وأرجحهم عقلا. في الحال يا مزدلي. سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. ويبقى رأس المسألة معشر القادة والعرفاء، فأقول لكم إني بمشيئة الله عازم ألا أبرح حصون سرتا حتى تسلم لي أو يقضي الله أمرا كان مفعولا. آت يا سيرة سرتا أولا. أمره أتملي، ليتقدم الأسير أتملي. أنت بمحضر سيدي القائد عامل أمير المؤمنين، استمع إليه وأجبه بالأدب اللازم. ولا بد، ولا بد. تعلم يا وتملي أنك أسير لدينا، وأنك محارب شهر سيفه وسيف بني قومه ضدنا، وتعلم أن ما حاربناكم إلا بعد أن أعذرنا وأنذرنا وبينا لكم وجه شريعتنا في من يقاتلنا أو يسالمنا منكم، وبهذا نكون في حل من دمك ودم إخوانك ما لم تدركك رحمة من الله. والآن ترى كيف لم تنفعكم كثرتكم، وأن الله أذلكم وأعز الإسلام بالنصر الذي وعد عباده الصالحين. فاختر بين اثنتين أعرضهما عليك، إحداهما باب جديد من النجاة أفتحه لك ولبني قومك، وأخراهما ثبور مجدد لك ولهم، وأنت وما تختار. أنا أسمع لك يا سيدي. الطرف الأول من خيارك أن ترجع إلى بني قومك ناصحا لهم عنا، ناصحا بأن يعيد الفكر ويجدد التدبر، فإني والله لن أبرح هذه الأرض حتى أهدم تلك الحصون أو يسلم لي من فيها. ستعلمهم أنه
لن يثنيني عنها طول انتظار، لأني رجل جهاد، والجهاد لا أجل ينقضي معه، ولن يثنيني عنها عطش أو جوع، لأنه جهاد لم تحوجني إليه خصاصة من طعام أو شراب. فإن استجابوا كان لك شرف محو إثم سبقت به، وأجر الأخذ بيد قوم كادوا يهلكون أنفسهم. أعرض عليك هذا على شرط أن تقوم به كاملة، أي على أن تعود لتبلغني جوابهم إيجابا كان أو سلبا، وإن لم تفعل فاعلم أنك نجوت، ولكن ما نجا من بقي من أسرى هنا. نجوت إلى حين لأني كما سمعت حالف ألا أترك السرطة ولو كانت أسوارها من حديد. هذه واحدة، والطرف الثاني لخيارك هو أن تغلق الباب الذي انفتح وتصر على كفرك، وهنا يكون الغدر قد بلغ منتهى، فليس لك عندي إلا آية تتلى وحكم ينفذ، فاخسر لنفسك. أقول لك يا قائد إني اخترت الأولى، سأبلغ عنك بالصدق الذي تمليه ذمة رجل مثلي، وأعد بالرجوع أيا كان جواب القوم، سأفعل ولست مدفوعا برهبة أو خوف، لأن أخلاق الرجال يجب أن تتخطى هذا. إذن تهيأ للحاق بأهلك وعجل في العودة ما استطعت. يكون ذلك. جهز الرجل يا مزدلي، وليلحق ببني قومه صبيحة الغد. أمرك. والآن إلي بعرفاء الماء. بين يدي الأمير ليتقدم عرفاء الماء. وبعد بلغني من أمر الماء في هذا الربع ما لا يطمئن معه البال، سيما والمقام هنا قد يمتد ويمتد. لقد قيل إنه نظر قليل لن يكفي بتوالي الأيام لعدد مثل الذي نحن فيه، وقيل إنه غور يحتاج معه إلى الحفر والآلة الجسيمين. وأنتم المهنة أهل الدراية به، ماذا ترون؟ خبرنا شيئا مما ذكرت أيها الأمير، خبرناه لأول ما حط الجيش هنا، ولكننا تجاهلناه، معولين على أن الجيش لن يقيم طويلا، ومع ذلك نطمئن السيد القائد بأن لا خوف لأربعة أيام وحتى سبعة إن أخذ الرجال هذه المسألة بالقصد اللازم. إن وقوع هذا الربع بين منحدر ومرتفع يجعل الماء يستقر بكميات غير معتبرة، ونحن لذلك مضطرون إلى تتبعه بالحفر، مستدركين هناك ما فاتنا هنا. الحفر في حد ذاته ليس شيئا ذا بال، أما مكمن التخوف فهو أنه قد يصبح غير واف بالنتيجة المبتغاة، خصوصا ونحن نعمل في أرض لم نتمرس بها قبل وفي إبان حرب. وعلى كل حال فالاقتصاد الذي ألمعت إليه يجب أن يوضع في الحسبان، ويفعل الله خيرا. حسنا، ليس إلا هذا؟ في حدود ما نعرف. حسنا، خذوا عدتكم واتبعوني، وحيثما ركزت حربتي أعمل الحفر.
أمرك أمر سيدنا على بركة الله. اللهم مولانا، هذا الجهاد توسلنا له بالتوكل، اكفنا فيه محنة الماء. اللهم مولانا، بكرامة أصفيائك عليك، اصرف عنا هدة العطش ونقص الماء. اللهم مولانا، يا قابل الرجاء، يا من ترسل من السماء مدرارا وتجري في الأرض أنهارا، يدي عصبة الخير عليك معولها، اللهم آتها الماء. أتمم الحفر، أتمم الحفر، هنا 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 وهنا كذلك، على بركة الله، على بركة الله، على بركة الله، اللهم مولانا، هذا الجهاد توسلنا له بالتوكل، اكفنا محنة الماء. اللهم مولانا، بكرامة أصفيائك عليك، اصرف عنا هدة العطش ونقص الماء. اللهم مولانا، قابل الرجاء، يا من ترسل من السماء مدرارة وتجري في الأرض أنهارة، يدي عصبة الخير عليك معولها، آتها الماء، آتها الماء، آتها الماء. ماذا أرى؟ ماذا أرى؟ نبع ماء، نبع ماء. الله أكبر، الله أكبر، الماء يتفجر، احفروا، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عقبة بن نافع، مسلسل عن تاريخ الفتح الإسلامي بالمغرب، تأليف عبد الحق حموش، ضبط الصوت أحمد الجوهري وعزيز محمد، إخراج مصطفى المحمد.